السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا بحلقة جديدة من برنامجكم استوديو اليرموك، والتي سنخصصها في هذه الليلة للحديث عن قضية عمال ميناء الحاويات في العقبة. هذه المشكلة التي ما زالت تتكرر، توقعنا بأننا طوينا هذا الملف قبل أيام، ولكن اليوم أصبحنا على خبر عن تعطيل كافة الأعمال والأجهزة والعمليات داخل ميناء حاويات العقبة. هنالك العديد من الروايات من قبل العمال ومن قبل شركة تطوير ميناء العقبة. سنستمع اليوم لهذه الروايات، نحاول أن نفكك هذا الغموض للمشهد لقضية مهمة جدا تهم المواطنين، تهم التجار، ونتحدث عن الميناء الوحيد في البلاد. عندما يتعطل كل الحركة التجارية والاقتصادية و يعني الاستيراد والتصدير يتأثر بشكل كبير، وحتى حركة النقل، وهنالك خسائر بالغة تتكبدها العديد من القطاعات جراء مثل هذه الإضرابات والتعطلات. سنتحدث بالتفصيل من المسؤول عن ذلك، كيف من ممكن إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تتكرر باستمرار. أسئلة كثيرة سنطرحها إذن خلال سياق هذه الحلقة، والتي سأتشرف بضيوف معي هنا في الاستوديو وكذلك هناك في ثغر الأردن الباسم في محافظة العقبة، سيكون معنا عبر السكايب. واسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي العزيز هنا في الاستوديو، سعادة النائب محمد عامر الرياضي، النائب في البرلمان الأردني. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وضيف عزيز في قناة اليرموك. أعزكم الله، بارك الله فيك، وأسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. وأيضا يعني اسمحوا لي أيضا مشاهدينا أن أرحب بضيوفي من محافظة العقبة، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص السيد محمود منصور، وكذلك سينضم معنا الرئيس اللجنة النقابية العمالية إبراهيم أيوب تباعا أيضا من محافظة العقبة. مساء الخير أستاذ محمود. مساء الخير سيدي. نعم، إذا اسمح لي يعني أستاذ محمد أن نبدأ بالاستماع إلى وجهة النظر من العقبة، من أصحاب الشأن إذا تكرمت. ويعني السؤال أستاذ محمود، ربما هنالك أنباء وتحليلات ويعني مواقع إلكترونية والصحف تنشر العديد من التفاصيل حول هذا الموضوع، وتصريحات تنسب للعديد من الشخصيات. أنا بدي يعني بداية إذا تكرمت نوضح المسألة للناس، خاصة المواطنين اللي مش على علم وعلى دراية بتفاصيل هذه القضية. توضح لنا شو اللي صار بالضبط اليوم، وخاصة أنه سمعنا عن يعني اعتصام وفض هذا الاعتصام من قبالة الدرك وإصابات واعتقالات وغيره. تحكي لنا يعني شو اللي جدد هذه المشكلة بعد أن اعتقدنا أنها طويت قبل أسابيع. يا سيدي أنا يعني بشكرك جزيلا باسم العاملين في قطاع الموانئ والملاحة والتخليص على إتاحة هذه الفرصة لاستماع وجهة نظرنا، وبنحب نمثل على أخونا أبو الأمين نائب العقبة، واللي إحنا جميعا في العقبة نعتز في وفي باقي نواب مدينة العقبة. يا سيدي المشكلة يعني كانت مشكلة خلاف قانوني عندما طبق قرار المحكمة العمالية حول يعني خلاف حول تفسير مواد قانونية في قانون العمل. كنا نتمنى أن تقوم الشركة يعني أن تتعاون معنا ونجلس على الطاولة من أجل معالجة هذه الخلافات القانونية، لأنه تطبيق النظام ينسى الحقوق المكتسبة. يعني احنا نقطة مهمة عشان نأكد انه احنا يعني نحترم المحكمة العمالية حتى لا نكون يعني انه احنا يعني ضد القضاء، نحترم القضاء الأردني النزيه العادل، نحن نوع قرار المحكمة، ولكن هناك المحكمة حكمت استندت في حكمها على المادة 55 و 56 من قانون العمل في تطبيق النظام، وعطت الحق لصاحب العمل انه يطبق نظام عمل يناسب حاجاته، وبنفس الوقت قانون العمل يعني اشترط ان لا يكون مساس للحقوق المكتسبه. تطبيق النظام هذا الجديد سيؤثر على الحقوق المكتسبه، فطالبنا الشركه بالجلوس على الطاوله من اجل التفاهم على الحقوق المكتسبه اللي حصلنا عليها من خلال اتفاقيات عمل جماعيه موقعه وموثقه حسب الاصول ومصادق عليها من وزاره العمل. الا للاسف يعني لم تستمع الشركه لوجهه نظرنا، بعثنا يعني عدة كتب، إلا أنه للأسف ما كان أي في تعاون أو تجاوب، وكان يعني تصميم على تطبيق هذا النظام اعتبار من 1/12 قرار المحكمة العمالية صدر في 10/11 والتطبيق في 1/12. هذا النظام الجديد عندما يطبق سيتأثر فيه موظفين، غالبية موظفينا يقطنون خارج مدينة العقبة، وبالتالي يحتاج هذا النظام حتى يطبق يحتاج إلى وقت كافي حتى نتفق عليه، نتفق على الحقوق المكتسبة ونتفق على عملية تطبيقه. هذا النظام الحالي اللي احنا شغالين فيه جاء وفق اتفاق عمل جماعي موثق حسب الاصول.
عملنا عليه وكان هناك استفتاء ويعني استغرق معنا بحدود 3 شهور حتى التطبيق. نعم. الآن نأتي في خلال 20 يوم ونطبق نظام جديد يمس الحقوق المكتسبة ويؤثر على العاملين، وكان هناك اجتماع للهيئة العامة وكان يعني هذا النظام الجديد مرفوض كليا من جميع الموظفين. إلا أنه نحن يعني من وجهة نظرنا كنقابة يعني نحترم وجهة نظر صاحب العمل من ناحية تطبيق أمر لما يأخذون، أنه في النهاية نحن معنيين بنجاح هذه المؤسسة، فإذا كان هذا النظام الجديد نظام يخدم المؤسسة فنحن مع هذا النظام. شركة أن نجلس على الطاولة ونتحدث عن الحقوق المكتسبة ونجد حلول للحقوق المكتسبة، أما أن يتم تطبيق هذا النظام مع المساس بالحقوق المكتسبة ويعني ونقول أن الحكم أن احنا قد حصلنا على حكم محكمة، يا سيد المحكمة لم تحكم بدوام، المحكمة حكمت بقانون وقالت أن النظام حسب قانون العمل مادة 55 و56 أعطت الحق لصاحب العمل، لكن هناك المادة 4 من قانون العمل حفظت على حقوق المكتسبة، وبالتالي نحن يعني لدينا خلاف. طيب قانوني. بس معلش عشان نوضحها استاذ محمود، تطلب العوده الى طاوله الحوار وحل نعم. هذا الاشكال القانوني. وصلت استاذ محمود، لكن المحكمه العماليه لما يعني اثناء قبل صدور الحكم، يعني انتم ما كنتوا بحيثيات المناقشه قبل صدور الحكم حتى توضحوا لهم هذه المساله؟ نعم، احنا يعني لا خلاف على قرار المحكمه العماليه، ونحن من البدايه كنا نوحد بتحويل هذا النزاع على المحكمه العماليه، ونحن قرار المحكمه العماليه، لكن هناك المحكمة العمالية لم تحكم بشيء واضح ومحدد، حكمت بقانون، وبالتالي نحن قلنا يعني حكمت بجارة المادة 55 ومادة 56 قانون العمل، هناك مواد في قانون العمل المادة 4 تحافظ على الحقوق المكتسبة، قلنا نعم نحن يعني نحترق المحكمة أول نجلس على الطاولة من أجل أن نتفاهم على الحقوق المكتسبة اللي حصلنا عليها من خلال اتفاقيات عمل جماعية موقعة من الشركة حسب الوصول. جميل. هذا هو الخلاف قانوني، لكن للأسف التصميم على التطبيق أدى إلى المشكلة. ما زاد المشكلة أن هناك عدم حيادية الدولة في التدخل في النزاعات العمالية. النزاعات العمالية يجب على الدولة أن تبقى على الحياد، أم أن تتدخل الدولة النزاعات العمالية وتقدم التسهيلات لأصحاب العمل، هذا يؤثر على حياديتها ويضر بمصالح العمال. ما حدث أن الموظفين كانوا في طريقهم الى عملهم اليوم صباحا حتى الدوام. طيب انا استاذ محمود راح اسمع يعني روايه شو صار اليوم، وممكن ايضا يعني نسمع من السيد ابراهيم ايوب عن هذه التفاصيل، لكن اسمح لي ان اعود الى الاستوديو هنا يعني في استوديو قناه اليرموك. ويعني استاذ محمد، هذا الخلاف يتجدد الى المحكمه العماليه، كنا نعتقد انها هي نهايه الملف وإغلاقه، ولكن تبين أن تفسير هذا القرار ربما يعني فيه بعض الإشكاليات، ولذلك سنستمع إلى رأي القانونية، لكن أنا أريد أن أستمع إلى رأي مجلس النواب في هذه الإشكالية، وحضرتك نائب محافظة العقبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بداية كل الشكر والتقدير لكم على هذه الدعوة الطيبة في الوقت المناسب لإيضاح الحقائق في ظل الظروف المتوترة الآن في العقبة والتي تضر على جميع اقتصاد الوطن بشكل عام. نعم. تجار ونقليات وكافة الأمور الاقتصادية. أخي الصحيح أن هذا النزاع العمالي منذ فترة وهو يتكرر، فآخر موضوع كان تقريبا قبل شهر في مجلس النواب تم. نعم صحيح. يعني دعوة جميع الأطراف من خلال مجلس النواب، وتم التوافق على التوصل إلى الذهاب للمحكمة العمالية للبت في نقاط الخلاف. ولما إجت الفتوى الاستفسار من عند المحكمة العمالية تبين أنه الاستفسار وضح بخصوص آلية نظام العمل الجديد، يحق للشركة أنها تعمل على وضع نظام الطريقة التي ترى مناسبة، وهنا لم يعارض أنا العمال حسب ما أنا جلست معهم وجبتهم عندي على المجلس النواب، جلسنا عدة مرات وفي العقبة زرتهم في النقابة كما تحدث أخي محمود منصور، احترام كامل لما ورد من المحكمة العمالية، ولكن أنت تعلم أخي أنه يوجد حقوق مكتسبة هنا لم تتدخل، يعني خلينا نقول المحكمة العمالية بتوضيح ما هي الحقوق المكتسبة سابقا في القرار أول ما صدر، فقالت مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة
طالبوا التفسير الإخوان، بعد ذلك ما هي الحقوق المكتسبة؟ هل هي حقوق يعني من ضمن النظام الداخلي يحق لهم خلينا نقول تخفيض بعض الرواتب أو كذا؟ فبينت المحكمة أيضا بأنه القرار التي هي تدخلت فيه هو أن يحق للشركة وضع نظام جديد وفقا لقانون العمل والعمال. ما لم نختلف على ذلك، كنا موافقين على قرار المحكمة العمالية، متفقين جميل. عليه يطبق جميل. والشباب على استعداد لتطبيقه. وأنا أعلنت اليوم تحت القبة على الملأ للحكومة لدولة الرئيس والجميع أن العمال أنا مسؤول علنا عنهم، أنا يعني جلست معهم. يعني اليوم أنت تحدثت تحت القبة عن هذا الموضوع؟ صحيح بتحديد. تحدثت عن هذا الموضوع لأنه موضوع هام جدا في اعتقالات. هل صار في نقاش عام ولا بس حضرتك تبنيت؟ أنا تحدثت وتحدثت زميلتي النائب تمام الرياضي أيضا، وضحنا لأنه للأسف أنا تعودت من البعض، بلاش أحكي الكثير من المسؤولين في الحكومة أن يجيبوك دائما بمعلومات مضللة وغير حقيقية وغير دقيقة على بناء تضليل الرأي العام وتضليل النواب. يعني أنا وجدت حتى الزملاء اليوم بعضهم يعني حسد الحكومة واقفة ضد العمال. أكيد صراحة. أكيد هذا شيء أكيد. أنا يعني اليوم يعني تبين لي على الواقع حقيقة من المعلومات التي حاول يوصلها وزير الداخلية اللي هو حسين باشا، يعني أنا تفاجأت بأنه بيقول أنه العمال ذهبوا لتعطيل الآليات والسيستم العمل في الشركة، وهذا الكلام غريب. لماذا؟ لأن العمال صار لهم الآن قديش سنة بيداوموا في هذه الشركة، وبالعكس عمرهم ما عطلوا شغلة. والأهم من ذلك العمال هم رايحين يداوموا، كانوا هم في دوامهم، إلا أنه الشركة بسبب عدم التوافق ما بينهم. أنا قبل ما أبعد عن النقطة الأساسية اللي هي خلينا بس أوضحها، بس تحكي لنا هو صار إضراب ولا صار خصم؟ أنا جاي أوضح لك هذه النقطة. فحاولت لما شفت أنه ما فيش توافق بين الطرفين، حاولت أدخل على الخط أنا بطريقة هادية بالحكمة بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن كل شيء. جميل. للأسف وجدت أنه الشركة مصرة بتعنت واضح بعدم الجلوس الآن مع أي جهة ممثلة للعمال، على بناء أنه خلاص القرار قطعي من المحكمة العمالية ولا يجوز العمل مفاوضات حاليا. ونحن انتهينا من هذه المفاوضات، ذهبت لرئيس مجلس الإدارة. أنت بس لو سمحت يعني عشان تكون الصورة واضحة، يعني كيف لمست هذا الموضوع؟ أنا جايك لأنه قالوا لي إحنا ما بنقدر الآن نقعد مع أي حدا خلاص. الإدارة حكت لك يعني؟ نعم. أنت تواصلت مع الإدارة؟ المهندس خليل أبو لوى جاء عندي على المجلس، والرجل جزاه الله خير وحب يوضح نقاط كانت هامة ووضحها. بس ممكن تحكي لنا الشركة هي ملك لمين يعني أسهمها؟ هي فيها 51% للحكومة، لا 49% للحكومة، 51% للشركة الدنماركية الاس تي. الآن ذهبنا لرئيس مجلس إدارة الشركة اللي هو الدكتور هاني الملقي، رئيس سلطة العقبة الجديد، والرجل أبدى ربنا الله على أنه يعني بده يدرس الملف، ولكن جعل زي ما تحدث أخي محمود منصور أن يكون القرار للشركة، على بناء أنه يبعد كحيادي كحكومة يسيب القرار للشركة، ولكن الشركة لم تتعاون بهذا الجانب. بالنهاية الدوام بلش 1/12، الآن الشركة أعطتهم ل 1/12 20 يوم زي ما قال لك، والسابق كان 3 شهور حتى قدروا يرتبوا أوضاعهم. 20 يوم لا يكفي، حاولت أني أمددها لأسبوعين مع الشركة أنا من المهندس خليل أبو الهوى على بناء أقعد مع الموظفين من جديد. رفضوا الجلوس على النقاط الخلافية البسيطة. 1/12 ذهبوا للعمال للدوام رسمي، تفاجأوا بأنه الشركة عطلت السيستم، عطلت النظام على أنه ما حد يداوم من العمال للشركة الأصليين. انتهى الدوام الرسمي، دخل الدرك منع الشفت الثاني اللي هو مساء أنه يداوم، على بناء أنه خلاص احنا بدنا نداوم 8 ساعات. وهنا يتضح بأنه الشركة هي من عطلت الدوام. ونلاحظ نركز على النقطة، هذا الدوام داومت الموظفين طبيعي جدا على الدوام السابق، الشركة هي من عملت الإضراب وهي من رفضت الدوام. لمين؟ لكم عامل يعني؟ للجميع نعم، إلا إذا في جزئية معينة هسه وضحوها الإخوان. الآن دوام المساء حاول الشباب يدخلوا على دوام الشفت المسائي، برضو رفضت الشركة دخولهم بالكامل للشركة. الشباب الموظفين ذهبوا للمحافظة على بناء إنه إحنا بدنا نداوم، ما بدنا إضرابات، رسالة يعني إحنا جايين بدنا نداوم بشركتنا ما بدنا إضرابات. الشركة رفضت إلا على الدوام الجديد، ظلهم مصرين العمال على أنهم بدهم يداوموا عند باب المحافظة حتى المساء. لما انتهى الدوام دخل الدوام الصباح الثاني، تفاجأوا بأن الشركة بدأت تدخل موظفين من خارج البلاد أسيويين مكانهم في الدوام. هنا يتضح لي أنا كنائب أن الأمر
من الشركة والحكومة في توافق على وصول الأمر لإضراب. واضحة الرؤية، يعني الرؤية واضحة هيك للجميع. وإلا القرار محترم والكل محترم قرار المحكمة بدنا نطبقه، بس أنا يعني دخل لي إياها وأنا راتبي كان 750 دينار ينخفض إلى حوالي 300-400 دينار، عندي عدد ما يقارب 200 موظف بهذه الطريقة، راتبي كان مثلا 1000 دينار بينزل حوالي 800 أو 700 دينار، إن شاء الله نزل 50 دينار، ما في موظف بيرضى بهذا الكلام. أنا الآن صار لي مؤسس بيت وعايش صار لي 8 سنوات بداوم في الشركة، يجيني بيوم وليلة ينزل راتبي إلى 400-500 دينار. فمن هنا زادت التفاقم. جميل جدا، يعني هذا الكلام واضح، يعني لازم الآن نسمع وجهة النظر الأخرى حتى تكون الصورة واضحة أكثر. وينضم معنا يعني المهندس الذي ذكره أيضا سعادة النائب، المهندس خليل أبو الهوى، وهو عضو لجنة التفاوض مع التجمعات. مهندس خليل السلام عليكم. مهندس خليل، ألو معك تفضل. نعم مهندس، بس لو سمحت تسمعنا من الهاتف مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت تسمعنا يمكن من التلفزيون، يا ريت ترجع تسمعنا من الهاتف بشكل مباشر لسرعة التواصل إذا تكرمت. يعني مهندس خليل، يعني زي ما بعرف إذا كانت الصورة واضحة، اللي يعني الرواية اللي سمعناها سواء من السيد محمود منصور أو من سعادة النائب محمد الرياضي، الحديث عن أن الشركة بعد صدور قرار المحكمة العمالية خلاص مش ما عندها أي استعداد للتفاوض أو الجلوس مع العمال، والشركة هي من عطل النظام ومنعت العمال اليوم من الدوام. تعليقك على هذا الكلام باش مهندس. سيدي يعطيكم العافية في البداية. الله يعافيك. برحب فيك وفي ضيوفك الكرام. اسمح لي في البداية أني بس أحكي ملخص بسيط عن الموضوع. ياريت. الشركة بدأ النزاع العمالي من بداية شهر آذار تقريبا لهذا العام، ومر في مراحل تفاوض عديدة، استمر إلى أن وصل هذه المفاوضات إلى ما يسمى بإجراءات التسوية ضمن وزارة العمل وحسب قانون العمل، بسبب عدم الوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى توقيع اتفاقية جماعية مع العمال، قام وزير العمل بتحويل الملف كاملا إلى المحكمة العمالية، وكان هناك ترحيب من قبل النقابة العامة بتحويل هذا الملف بعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود على بعض النقاط، بالرغم من أنه كان في اتفاقات كثيرة على نقاط كثيرة، وكان هناك بعض الخلافات على 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 بعض النقاط. تم تحويل الملف إلى المحكمة العمالية، وقامت المحكمة بالحكم بعشر 11 بحكم نهائي وغير قابل للطعن. حكم المحكمة هو أنهى النزاع العمالي كاملا، بغض النظر عن ما الأخوان ذكروا فيما يخص الحقوق العمالية المكتسبة. المحكمة تتكون من 3 قضاة، هم على دراية كاملة بكافة الحقوق المكتسبة للعمال اللي حصلوها بكافة الاتفاقيات السابقة، علاوة على أنه لائحة الدعوة المقدمة من قبل النقابة عن طريق المحامي المختص بهذا الموضوع كان قد لفت انتباه المحكمة وبشكل واضح إلى أنه النقابة تطلب عدم المساس بالحقوق المكتسبة لهم. القرار قرار المحكمة كان واضح وصريح جدا بأنه منح بعض المزايا التي كانت اوريدي الشركة متفقة مع النقابة خلال فترة المفاوضات على إعطائهم لها، وفي نفس الوقت قامت بالحكم في بعض النقاط اللي كانت موضع خلاف، إضافة إلى أنها أقرت وأكدت حق الشركة في تنفيذ النظام التشغيلي الجديد الذي يلبي إضافة الساعة الاستيعابية لشركة ميناء حاويات العقبة. في هذه المرحلة قامت النقابة وبعد صدور القرار بوقت يعني خلال ساعات بإصدار تعليمات لجميع موظفينا وتحريضهم على عدم الالتزام بقرار المحكمة وتطبيق النظام التشغيلي الجديد. بحب أنوه لنقطة بس أنه النظام التشغيلي لم يتم التواصل معه والتخاطب مع الموظفين من فقط بتاريخ الحكم اللي هو 10-11. النظام التشغيلي هذا تم التواصل والتحاور مع الأخوة العاملين جميعا ابتداء من تاريخ 12/6/2014، وكل هذا الكلام سيدي موثق بمحاضر اجتماعات موثقة وموقعة من قبل أعضاء النقابة واللجنة النقابية كافة،
تم التواصل معهم بداية بشهر 6 ومن ثم بشهر 8 ومن ثم بشهر 9 إلى أن وصلنا إلى قرار المحكمة، وجميع الموظفين وصلتهم معلومات واضحة من الشركة تفيد بآلية تطبيق النظام التشغيلي الجديد باسم كل موظف ومتى يبدأ شفته ومتى ينتهي وإلى آخره. نعم. فكانت الأمور واضحة جدا، الوقت لم يكون 20 يوم مثل ما الإخوان بيحكوا أبدا أبدا، هناك محاضر اجتماعات موثقة، عندنا اتفاق واضح من اللجنة النقابية ومن النقابة العامة بالموافقة على تطبيق النموذج التشغيلي الجديد بتاريخ 22/9 موقع من قبل مجلس التوفيق برئاسة مجلس التوفيق الأستاذة أبو هزيم ياسمين أبو هزيم، وهذا الحكي موثق تماما بمحاضر اجتماعات وموقعة 100% بدون أدنى شك. كلام جميل وواضح مهندس خليل، ولكن اسمح لي أن نستمع إلى تعليق يعني إبراهيم أيوب رئيس اللجنة النقابية العمالية ينضم إلينا، طيب، أو محمود منصور نائب أيضا رئيس النقابة العامة، مين معنا؟ طيب إلى أن يجهز إذن إبراهيم أيوب. هنا السؤال يعني أيضا اسمح لي مهندس خليل، يعني هنا يعني سعادة النائب وكذلك يعني النقابة يعني حكوا على الأقل يعني الشركة لو تقعد معنا، يعني هم رفضوا حتى الجلوس معنا على طاولة حوار، يمكن على الأقل نخفف الاحتقان. نعم. يصير في حوار. إذا تسمح لي أوضح النقطة هذه. نعم. يا ريت تفضل. سيدي الكتاب اللي وردنا من النقابة كان واضح جدا، النقابة كانت بعثت الكتاب واضح وصريح وتطلب فيه الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات بعد إصدار قرار المحكمة. فهذا الوضع بالنسبة لنا من وجهة نظرنا لا يجوز تماما، لأنه قرار المحكمة يجب أن يحترم. إحنا استمرينا في نزاع مدته 7 أشهر، وفي حين صدور قرار المحكمة يقوم أعضاء النقابة بإصدار كتاب رسمي إلى الشركة بطلب منهم الجلوس مرة أخرى والبدء بالمفاوضات من الصفر مرة أخرى على طاولة المفاوضات. أنا أعتقد أنه يجب على الجميع الالتزام بقرار المحكمة والبدء بتطبيق النظام، وإذا شعر أي طرف بأنه مظلوم بطريقة أو بأخرى يا إما بالتفسير ببعث بقرار تفسيري للمحكمة عن موضوع نقطة معينة، أو بيقوم بإثارة أو موضوع جديد خلاف جديد إذا كان موجود إلى آخره، ولكن لا يجوز عدم الالتزام بتطبيق قرار المحكمة بأي شكل من الأشكال. طيب وضحت. أنا طالب لو سمحت. جميل، الصورة وضحت مهندس، لكن إذا تكرمت أن تبقى معنا على الهواء مباشرة وأن نستمع إلى إبراهيم أيوب رئيس اللجنة النقابية العمالية. يعني أستاذ إبراهيم، زي ما سمعنا من المهندس خليل، يعني يتكلم أن وزير العمل حول الملف للمحكمة والحكم كان نهائي وغير قابل للطعن، وكان في 3 قضاء وعلى علم كذلك بمسألة الحقوق المكتسبة للعمال، وفي محامين أيضا على علم ونوهوا المحكمة، وبالتالي قبل صدور الحكم يعني من المحكمة العمالية كان الجميع يعلم بأن هنالك حقوق مكتسبة يعني، ولكن يجب الآن الالتزام بهذا القرار قبل أي حوار آخر. تعليقك سيد إبراهيم. مساء الخير. مساء الورد، حياك الله. احنا بداية اصدار قرار المحكمة في 10/11. نعم. احنا سامعينك، تفضل استاذ ابراهيم. سامعيني؟ 100%. نعم. صوتك واضح، تفضل. تمام. انت معنا على الهواء استاذ ابراهيم، يعني يمكن الصوت الصورة عندك على التلفزيون متأخر شوي، فاسمعني من السكايب من السماعات مباشرة. سمعني يا كويس؟ نعم تمام تفضل. تمام. انا بس بدي اسمع بس ايش اللي حكى المهندس خليل بالله لو سمحت. انا حكيت لك يعني بشكل ملخص اذا ما كنت سامع بشكل واضح، يعني يقول بان هنالك كان 3 قضاة وهؤلاء القضاة على علم وعلى دراية بالحقوق المكتسبة، والمحامين ايضا نوهوا لهذا الموضوع، ولكن صدر هذا القرار الذي يفترض ان تلتزم به جميع الأطراف، وأيضا ذكر أن هناك موافقة حتى على النظام التشغيلي، وهناك يعني وثائق تؤكد الموافقة العمال على هذا النظام. تمام. حتى ما في إشي موثق بيننا وبينهم في نظام العمل 8 ساعات نهائيا. يعني أنا إذا حكى المهندس خليل أنه في إشي موثق بيننا وبينهم على الموافقة في اللجنة النقابية على 8 ساعات، هذا نهائيا مش صحيح، ويريد أنه يبين لي إياه على الهواء. طب خلينا نقطة خلينا نروح لمباشرة مهندس خليل. مهندس خليل، يعني هل في
التوثيق لالتزام او موافقه بموضوع 8 ساعات بالشفتات. هو بيحكي من قبل الشركه مش من قبل المحكمه، من قبل الشركه بيحكي ابراهيم ايوب. نعم، ما هو يعني ذكرها ايضا مهندس هاي. مهندس خليل معي؟ مهندس خليل ابو الهوى. تفضل سيدي عم بسمعك. نعم مهندس خليل، يعني احنا كنا يعني نقطه نقطه بدنا نبدا فيها. سيد ابراهيم بيحكي موضوع 8 ساعات، هل هنالك توثيق انه كان اتفاق مع يعني الشركه والعمال وافقوا على هذا الموضوع على شفت على نظام الشفتات الثمان ساعات؟ نعم سيدي، في خلال اجتماع مجلس التوفيق بوزاره العمل برئاسه رئيس مجلس التوفيق بوزاره العمل كان هناك موافقه واضحه وصريحه من قبل النقابة العامة وموقعة ومدونة في وزارة العمل بالموافقة على النموذج التشغيلي الجديد اللي هو 8 ساعات بثلاث مناوبات في 8 ساعات، وهذا الحكي موقع من قبل جميع الأعضاء ومن النقابة العامة ومدون في وزارة العمل، وعندي استعداد لتقديم هذه الوثائق لقناتكم الموقرة. طيب جميل، أنا شاكر لك، خليك معنا مهندس خليل. بدي أرجع لك إبراهيم، إذا ما سمعت إبراهيم يقول المهندس خليل بأنه في اجتماع مجلس التوثيق تم يعني التوقيع على هذا النموذج، النموذج التشغيلي الجديد، وهو مدون في وزارة العمل وموجود عند المهندس خليل وعنده استعداد يعني ينشره على وسائل الإعلام وقناة اليرموك من ضمنها. سيد إبراهيم تفضل. نعم سمعتني؟ يمكن لا والله ما سمعتك. طيب آخر إشي. أنا بدي أعيد لك إياها. المهندس خليل يقول بأنه كان هناك اجتماع لمجلس التوثيق وكان هنالك موافقة على النموذج التشغيلي الجديد، وهذا هذه الموافقة على النموذج موجودة في وزارة العمل ومدونة ويملك المهندس خليل وبإمكانه أن ينشره على وسائل الإعلام ويقدم لنا إياه في قناة اليرموك. تمام. حتى بعد الإضراب الثاني تم تحويل القضية إلى مجلس التوفيق. في مجلس التوفيق كانت الأخت رئيسة مجلس التوفيق اللي هي ياسمين أبو هزين، وتم مناقشة الثمان ساعات نظام العمل الجديد الثمان ساعات ضمن شروط معينة للجنة النقابية، كانوا حاطين ضمن شروط معينة للجنة النقابية، هذا لا يعني انه تم الاتفاق عليه. تمام؟ ما تم الاتفاق عليه هو ضمن شروط معينة. طيب شو هاي الشروط؟ يعني شروط يعني ممكن تغير بمضمون الاتفاقية؟ أو النموذج؟ نعم نعم، هو هسه كانت هسه احنا بدنا نحول من نظام لنظام. الشركة احنا قلنا بالبداية والاخ محمود منصور قال احنا الاثنين في مركب واحد واحنا شراكة وبهمنا مصلحة الشركة وديمومة العمل. تمام؟ هسا احنا لما كنا في مجلس التوفيق حكينا على انه احنا مستعدين اذا ادارة الشركة بتقول احنا قاعدين بنخسر وفي دروب حاليا في الوقت الحالي، فاحنا عندنا استعداد انه نتعاون مع الشركة ضمن حوافز معينة. طيب ماشي، خليك معي ابراهيم، وانا حاب اسمع يعني راي سعادتك استاذ محمد يعني بالحوار. انت سمعت يعني راي المهندس خليل وكان واضح يعني الحقيقه يعني نقاط واضحه، ويعني ايضا سمعت كلام السيد ابراهيم وانت عندك ايضا مجموعه من التفاصيل. يعني انا بدي اتوجه خطابك اكثر للمهندس خليل بصفته ممثل يعني شركه ميناء الحاويات. شوف هو الصحيح، يعني اولا انا بمسي على اخوي المهندس خليل وعلى اخوي ابراهيم ايوب وعلى الشباب جميعا. واضح من كلام يعني المهندس خليل انه كان هناك ترحيب من النقابة العامة لتحويل الملف للمحكمة العمالية، وهذا دليل يدل على حسن النية ايضا من الطرفين. صحيح، يعني كان من الشركة ولا من العمال. صحيح. الهم الاكبر كان للعمال انهم يبدوا حسن النية بس مقابل عدم المساس بالحقوق المكتسبة. وزي ما وضح لك ابراهيم في النهاية قال لك احنا في ان كانت مطالب على استعداد انه نمشي بالنظام على تحقيق هذا. طب والله انا بدي هذا الموضوع يعني الحقوق المكتسبه، يعني كان كلام المهندس واضح بانه في قضاه وهذول القضاه عارفين بهذه الحقوق، وبالنهايه صدر الحكم الذي الجميع اتفق انه سيوافقوا على هذا الحكم. اخي حتى المحكمه العماليه لما بتتك في القرار مع الحفاظ على الحقوق المكتسبه للعمال هي حطيت لك اياها، لانه في ماده رقم 4 هي اللي بتضمن حق العامل في الشركه. يعني الآن أنا كنت باخذ 1000 دينار مثلا، وأنا عندي الآن يعني أنا عملت إحصائية قبل ما أجي حكيت معهم الشباب ووضحت يعني عشان أعرف تفاصيل الأمور، عندي مثلا 200 موظف راح ينزل من رواتبهم الآن على النظام الجديد ما يقارب 450 دينار. وعندك ما يقارب 500 موظف راح ينزل من 150 ل 200 دينار من رواتبهم. واضح يعني حاسب حسابه لقروض لالتزامات يعني ما في أخي ما في يعني هذه يصبح حق مكتسب. الآن
صار زي ما تقول مين اللي بيحدد الآن؟ هنا هذا أنا عشان أوضح لك إياه. الآن أصبح في خلاف على هذا الموضوع، هل هذا حق مكتسب إلي أو لا؟ بالضبط. طلبنا من الشركة أن أقعد عندهم ونقعد مع بعض ونجيب الأطراف كلها ونبين وجهة النظر من جميع الأطراف، رفضوا ورفضوا. طيب رفضي. أنا بدي أمسك لهذه النقطة، هاي النقطة مهمة عشان نسمع عفوا أنا جاوبك. حاولت جاهدا يعني من جميع الأطراف، النقابة استعدت تقعد، الشركة رفضت والسلطة تجنبت الموضوع زي ما قلت لك حتى تكون الحيادية موجودة. الآن لما وجدت الأطراف هيك متشنجة في هذا الموضوع اضطرينا يعني نقعد النقابة مع المحامي تبعهم اللي هو الأستاذ مصطفى فريحات. الأستاذ مصطفى فريحات درس الموضوع وجد أنه في حقوق مكتسبة للعمال، قانون حافظها. تمام. رفع الآن نسمعها مباشرة من أستاذ مصطفى كمان شوي. بس أنا بدي أسمع مباشرة بس هذا التعليق يعني عشان تكون الأفكار واضحة. ليش ما قعدنا حتى نصل لحل ودي ونخلص من الموضوع جميل. البداية. مهندس خليل السلام عليكم مرة ثانية. مهندس خليل سامعني؟ مهندس الكل بسمعنا على التلفزيون يعني هاي المشكلة. مهندس خليل عبال ما يوصل الصوت. معنا شباب المهندس خليل بعده؟ تفضل سيدي. تمام إيه ما بعرف كنت سامع كلام سعادة النائب؟ نعم بالتأكيد. طيب. تعليقك يعني على الأقل إحنا في عندنا إشكالية موضوع الحقوق المكتسبة، هاي حقوق ولا مش حقوق؟ بدنا نتفق عليها، على الأقل نقعد على طاولة حوار وبالتالي يتم الاتفاق عليها. ليش الشركة يعني رافضة حتى هذا الجلوس ويعني ممكن إيجاد حلول لهذه الإشكالية؟ مش بالضرورة إنه توافقوا وتتنازلوا، ولكن في أخذ وعطى يعني مفاوضات مش هيك؟ سيدي بحب أؤكد أول شيء إنه إحنا مش في مرحلة مفاوضات، هي ليست مفاوضات، هي رقم واحد. رقم اثنين أنا جلست مع سعادة النائب في 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 مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي لأكثر من ساعتين تقريبا ووضحت له الصورة تماما. على أي حال إحنا نعتقد موقف الشركة كالتالي، إذا كان قرار المحكمة يمس أي حق مكتسب للموظفين فلا شركة ميناء حاويات العقبة ولا خليل أبو الهوى ولا سعادة النائب ولا السيد محمود منصور ولا أي طرف من الإخوان الموجودين معك هم أهل لأنهم يقولوا هذا حق مكتسب لهذا الطرف أو لذاك الطرف. مين الأهل إذن؟ المحكمة العمالية هي الوحيدة التي تستطيع أن تفصل في هذا الموضوع. فأنا اللي بشجع الإخوان عليه، لماذا لا يقوم المحامي الإخوان بإرسال تفسير إلى المحكمة العمالية يطلب منها تفسير هذه النقطة، بما أنه يعتقد أن هناك مساف بهذا الحكم في الحقوق العمالية، وإذا حكمت المحكمة العمالية بأي حق عمالي إضافي لقرارها التي اللي حكمته في 10-11 فإن الشركة على أتم الاستعداد للالتزام بقرار المحكمة إذا صدر أي شيء. ولكن لا يوجد أي طرف، لا يوجد أي طرف بأكد مرة ثانية له الحق في أن يقول إنه هذا حق مكتسب أو حق غير مكتسب. وجهة نظر الشركة على سبيل المثال العمل الإضافي أو الأوفر تايم لا يمكن أن يكون حق مكتسب بحكم خبرتنا ومعرفتنا، لا يمكن أن يكون حق مكتسب بأي شكل من الأشكال. ممكن الشهر هذا أنت تشتغل عمل إضافي، الشهر الجاي ما تشتغل. عم تسمعني سيدي؟ نعم أنا سامعك بوضوح. نعم. تمام. فلذلك إذا إلهم حق إحنا جاهزين ومستعدين لإعطاء حقوقهم، ولكن عبر القنوات الرسمية والصحيحة لإعطاء الحق. طيب بس مهندس خليل إذا ممكن على طاولة المفاوضات أكثر من 7 أشهر. طيب بس أنا هاي النقطة يعني مهمة صراحة. المفاوضات من البداية. طيب جميل أنا مهندس خليل إذا تكرمت يعني موضوع الجلوس صحيح جلست 7 شهور، طب شو المانع نجلس كمان 7 ساعات يعني إضافية على 7 شهور؟ يا سيدي إحنا جاهزين، ما عندنا مانع. إذا بنعتقد إذا بدنا نجلس عشان نفتي في موضوع إنه هل هذا هو حق مكتسب أو هو حق غير مكتسب، فلا نعتقد إنه إحنا الجهة الصحيحة لهذا الموضوع. إحنا وجهة نظر الشركة إنه لا يوجد أي حقوق مكتسبة ضائعة على العاملين. جميل جدا. أمام الجميع. هذا الكلام واضح. الكلام واضح. نعم. هم يعتقدوا العكس. إذا من هو الفيصل؟ طيب. الفيصل هو القانون. طيب هذا الكلام واضح أستاذ خليل. إذا مهندس خليل إذا ممكن أيضا يعني تتكرم وتبقى معنا على الهواء ونسمع. نعود إليك إبراهيم من العقبة. إبراهيم أنت مش سامع شكلك مش شيء. ما سمعت المهندس. ما سمعت مداخلة. طيب. المهندس خليل. طيب بدي أعيد لك إياها باختصار. بحكي لك المهندس إنه إذا كان قرار المحكمة فيه مس للحقوق المكتسبة فلا الشركة ولا العمال هم اللي بيقدروا يحددوا إذا هذه حقوق مكتسبة أو لا، إنما المحكمة العمالية، وبالتالي الحل إنه التعامل مع يعني العودة إلى المحكمة العمالية من قبل محامي العمال. هسه الحقوق المكتسبة
المكتسبة عندنا هي بظل اتفاقيات جماعية سابقة، يعني الحقوق المكتسبة هي واضحة ومبينة، بس كإدارة شركة هي ما بدأت تعترف فيها. بعد إصدار قرار المحكمة فورا أنا بعثت كتاب رسمي لإدارة الشركة إنه إحنا نحترم قرار المحكمة، وإحنا جاهزين إنه نقعد مع بعض ونرجع على طاولة الحوار ونناقش ما هي الحقوق المكتسبة. طيب هو مهندس يا إبراهيم، أستاذ إبراهيم بحكي لك المهندس خليل، احنا قعدنا 7 شهور على طاوله المفاوضات، فيعني ليش نرجع نقعد مره ثانيه؟ وجهه نظره. وموضوع لو قعدنا كمان 7 سنين نحدد هاي حقوق مكتسبه ولا لا، بحكي لك يعني انه مش احنا اللي راح نحددها، بيحدد المحكمه. هي اخي الكريم هي حقوق مكتسبه واضحه، ما بدها تحديد، هي واضحه، هي في ضمن اتفاقيات جماعيه سابقه وموجوده وين موجوده؟ وين موجوده؟ في اداره العمل. هذه الاتفاقيات وين موجودة سيد إبراهيم؟ هاي في الاتفاقيات 2010 وفي 5/5/2011 واضحة، وإحنا مستعدين نزودكم فيها كمان. طيب مستعدين إحنا نزودكم فيها، هي واضحة، اتفاقيات جماعية واضحة مصدقة من وزارة العمل. طيب أنا أفضل من جايد إشي من عندي يعني. حلو حلو، وصلت إبراهيم. سعادة النائب، طيب ممكن مهندس خليل بس نسمع أيضا لسعادة النائب. خلنا نشوف مدخلت، ما مدخلت حتى. مهندس تفضل. مهندس خليل لو سمحت بس مداخلة بسيطة. نعم، سمعت انه بحكي انه في اتفاقيات جماعية يعني. نعم. موثقة بال 2010 و 2011. هلا سيدي انا بحب بس أأكد، اذا كانت مثل الاخوان ما بيقولوا انه قرار المحكمة، اخوان سمعوني صوتهم الله لو سمحتوا، حقوق مكتسبة. سيدي وزارة العمل عندها كافة الاتفاقيات السابقة، كافة الاتفاقيات الجماعية الموقعة مع النقابة العامة منذ بداية الشركة بعام 2006 ولغاية هذه اللحظة موجودة وموثقة بوزارة العمل. إذا كان هناك مساس بحقوق العمال، فلماذا قامت وزارة العمل بالتصديق على النظام التشغيلي الجديد وتم توقيعه وتصديقه رسميا في وزارة العمل وإيداع نسخة منه في وزارة العمل؟ إذا كان هناك أي مساس بهذه الحقوق، فمن الأولى وزارة العمل هي الجهة المختصة أيضا بأنها تقول يا عمي أنا ما بقدر أصدق على هذه النموذج التشغيلي لأنه في حقوق بتمس حقوق في موضوع بتمس حقوق الموظفين. ولكن المحكمة حكمت بالقرار ووزارة العمل صادقت على هذا النموذج التشغيلي الجديد، والوزارة أيضا أقرت القرار وأودعته في ملفاتها. إذا كانت مع كل الاحترام لوجهة نظر الإخوان بأنه هناك مساس بالحقوق، لماذا لا يلجأوا إلى الطرق القانونية؟ احنا موقفنا واضح وصريح، ما في داعي نقعد، والمشكلة عندنا مش في الجلوس، احنا على استعداد نجلس اليوم وبكرة وبعده، ولكن إذا كان وجهة النظر للإخوان إنه في مساس، وإحنا بنقول لا ما في مساس، الموضوع قانوني، إذا المحكمة اللي لازم تفتي فيه، لازم يبعثوا تفسير للمحكمة. فما هو الهدف من الجلوس مرة أخرى؟ طيب هلا بدنا يعني اخر شيء يعني اذا ممكن نسمع من سعادتنا هدف الجلوس مره اخرى عشان ايضا تكون الصوره واضحه بالنسبه لك وتكون واضحه ايضا للمشاهدين والمواطنين بشكل يعني عام. اخي انا اولا اسمح لي ان اتكلم شويه هيك قليلا بلسان النقابه. يعني انا لو اني مكان النقابه عندي 1200 مثلا موظف او 1000 موظف، بدي اجي اقنعهم في الدوام الجديد واقول لهم هذا الدوام خلاص احنا اتفقنا عليه والمحكمه العماليه قررت فيه، وراتب نزل من 700 مثلا ل 500 دينار. مين بده يقتنع بهذا الكلام؟ مش هذا بده الان زي ما حكى اخونا خليل ابو الهوى المهندس انه خلينا نذهب للمحكمه العماليه؟ هذا اللي احنا طلبناه، قلنا يا عمي مددوا فتره الدوام بدل من 1/12 ل1/1 على بناء لما بنجلس مع بعض نذهب للمحكمه العماليه، ان بتت المحكمه العماليه بحق العمال هذا احنا اشتغلنا على النظام الجديد بحقوقنا واضحه. لا والله ما وضحت المحكمة العمالية، ما وضحت إن حقوق بعدها عاد شيء ثاني، يا بندخل بنزاع عمالي جديد، يا بنداوم وبننزل الرواتب. الآن نقطة الخلاف تمديد الفترة، لو كانت الفترة لواحد واحد 2015 بدل هالعشرين يوم كان احنا وصلنا لمرحلة ذهبنا للمحكمة العمالية، كان خدنا قراراتنا قدرنا نقنع العمال شهر يعني شهر. أخي العزيز شهر أخي فقط. العزيز في بداية الحديث قال لك محمود منصور إنه قعد 3 شهور حتى يقنع العمال بالدوام الجديد. الان انت جايني بعشرين يوم وراتبه بده ينزل واقنعه فيها يداوم الدوام الجديد. يعني انا مش دفاع عن النقابه يا اخوان، انا 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 بدافع عن المواطن بشكل عام. انت نائب الشعب ومن حقك طبعا انك تشير يعني وجهه نظر يعني اللي انت شايفها. انا لن اسمح اصلا اخي حتى يعني لا ما بقبلها عقل. واحد راتبه 800 دينار والله، انا بدي اسمع شركة أخي بدي اسمع المهندس خليل. شركه ما شاء الله بتربح
وقاعدة يعني الحمد لله بالنظام الجديد وضعها يتحسن. تيجي انت تنزل رواتب الموظفين؟ طيب هذا لا يجوز. اوكي تمام. انا اهم شيء عندي موضوع تمديد الفترة. مهندس خليل يعني موضوع تمديد الفترة لشهر واحد كان ممكن يعني حل هذه الاشكالية. ممكن يعني اعادة النظر في الموضوع ونمددها لشهر زمان وبعد هذا الشهر يعني نشوف شو ممكن ايجاد حلول اخرى. مهندس خليل؟ نعم تفضل معك. طيب ما بعرف اذا سمعت. نعم. يا ريت لو تسمعنا من الهاتف مهندس خليل بداية. عم بسمعك من الهاتف. جميل جميل. سعادة النائب بحكي يعني بس لو مددنا الفترة لشهر بدل 20 يوم مددناها لشهر وبدأنا بتطبيق يعني النظام الجديد في 1/1/2015 كان ممكن على الأقل نستوعب ويعني نحل هذه المشاكل. هذه حقوق مكتسبة مش حقوق من خلال المحكمة. مكتسبة من خلال المحكمة زي ما حضرتك بتحكي. يعني هل لا. ممكن تمديدها لشهر وبعد هذا الشهر يعني ربنا بيفرجها إن شاء الله. نعم. هلا في البداية بحب أوضح إنه الموضوع مش من 20 يوم مثل ما سعادة النائب تفضل. أول كانت الموضوع مرة ثانية بأكد هو من تاريخ 12/6 كانت تم البدء بالحديث على النموذج أو النظام التشغيلي الجديد. سعادة النائب بحكي لك نعم هنا مهندس يعني سعادة النائب مصر يعني مرر لك معلومة إن كانت مفاوضات في البداية ما كان في اتفاق لسه. الاتفاق تم من 10/11 الى غايه 22/9 لغايه ما تم الموافقه عليه رسميا باجتماع 22/9 بمجلس التوفيق وتم تدوين هذا الحكي بمحضر الاجتماع. لو هذا الكلام دقيق تاريخ 22/9. هلا الموضوع يا سيدي من خلال قناتكم الموقره اذا كان الموضوع موضوع تاجيل فانا بعلن من هون ما يلي بنقول يا عمي خلي الجماعه والشباب يلتزموا بالدوام من 1/12 واذا خلال الشهر الجاي المحكمة بتحكم لهم بأي حقوق عمالية إضافية الشركة على إذا وما إذا دون إيقاف أي شيء من حقوق بعد أي فترة الصوت بلش يروح الشركة على استعداد لإعطائهم حقوقهم بأس الرجعي ما في داعي للتأجيل مرة عن مرة لانه احنا بنحسب الموضوع من 3 4 خلينا وضع عندنا بس مهندس خليل اذا ممكن اذا انت سامعني صوتك صار يقطع اذا ممكن يعني تضلك معنا على الهواء مباشره واذا سمحت لي سعاده النائب ينضم الينا المحامي مصطفى فريحات وهو يعني بس انا طيب. حاسس المهندس خليل بس حاب ادخل في مداخله بس طيب مين معنا هلا ابراهيم طيب ابراهيم نرجع لابراهيم عبال ما يجهز ايضا المحامي مصطفى فريحات ونشوف الراي القانوني ل يعني محامي العمال بهذا الموضوع ابراهيم تفضل يا ابراهيم ممكن بس تعطيني مداخلة خليل؟ تفضل. طيب الآن يعني بالنهاية آخر مداخلة للمهندس خليل يقول بأنه كان اقتراح من سعادة النائب أنه نمدد الفترة لشهر زمان لبداية العام المقبل. المهندس خليل بيحكي العمال يداوموا هذا الشهر وإذا صار أي تعديل على موضوع الحقوق المكتسبة من قبل المحكمة وقتها يعني العمال يأخذوا حقوقهم ولكن يجب أنه يبدأوا الدوام وفقا هذا النظام الجديد. سبحان الله. هو الواحد بياخذ اللي له وما بياخذ ما بيحسب اللي عليه هذا طبيعته. على كل حال انا بس حاب اسال المهندس خليل سؤال بالنسبه طب هذا المقترح مش مقبول بالنسبه لكم يعني بدايه سيد ابراهيم بالنسبه لنا انه احنا نروح على النظام الجديد بعد هيك اذا لكم حقوق بترجعوا تاخذوها طب ليش ما هو العكس صحيح ما هو لانه يمكن بدها مفاوضات يعني وبدها جلسات انا زي ما تفضل اخي الكريم زي ما تفضل من قبل محمود منصور لما احنا حولنا من نظام لنظام قديش لقدنا مده مش معقول انه خلال 20 يوم انا احول من نظام لنظام يعني هو اتوقع انه سهل جدا في قرار انه يروح يبددها ل 1/1/2015 علما بانه قرار المحكمه ما اعطاه مده معينه ما اعطاه قال له من 1/12 تغيير نظام العمل بس انا حاب اسال كمان المهندس خليل سؤال بالنسبه للنظام الداخلي اللي عدلوه وصادقت عليه وزاره العمل للاسف صادقت عليه وزاره العمل بس انا حاب اعرف لما صادقت على النظام الداخلي الجديد وزاره العمل صادقت في ايش؟ صادقت في ماده رقم 4 بالاحتفاظ بحقوق ومكتسبات الموظفين صحيح. اي ان وزاره العمل معترفه انه في حقوق ومكتسبات ولا يجوز لاداره الشركه انها تتعدى عليها صحيح ما هاي متفقين عليها وحكي عنها المهندس خليل لكن مين بده يحدد الحقوق المكتسبه هون الفكره هاي الحقوق عندي انا بعطيك اتفاقيات جماعيه موثقه من وزاره العمل الي من بدايه من اكثر من 10 من 8 سنوات بدايه الشركه او من بدايه العمل النقابي وانا باخذها هي حق مكتسب للموظف طيب ماشي الحال الصوره وضحت هون احنا بحاجه الى توضيح راي قانوني
وايضا بحاجه لتوضيح يعني الراي العمالي، واللي راح نستمع له من احمد عوض وهو يعني مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصاديه، حتى نعرف ايضا اتفاقيات العمال يعني ماذا تنص وكيف يتم تحديد الحقوق المكتسبه. وايضا نستمع مره اخرى للمهندس خليل ابو هوا وسعاده النائب هنا ضيفنا في الاستوديو، ولكن كل ذلك بعد فاصل قصير، فتفضلوا مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم معنا مجددا في هذه الحلقه، وحديثنا عن قضيه عمال ميناء العقبه، هذه المشكله ومحاوله ايجاد حلول، وان استطعنا يعني بواجبنا كوسيله اعلام وطنيه ايجاد حلول لهذه المساله التي يعني تهم بالنهايه عمال من الوطن، وكذلك يعني الشركه من حقها ان تحفظ حقوقها، نريد ان نحفظ حقوق الجميع بما يرضي الجميع والوصول الى نقاط تفاهم ما بين الطرفين من خلال هذه الحلقه. اجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو سعاده النائب محمد الرياضي النائب عن محافظه العقبه، حياك الله مره اخرى سعادتك، وكذلك ضيوفي مستمرين معنا من العقبه محمد منصور وابراهيم ايوب ومحمود عفوا منصور، وكذلك المهندس خليل ابو هوا ممثل لشركه الميناء، وينضم الينا الان ايضا المحامي والقانوني مصطفى فريحات، الاستاذ مصطفى يتحدث ايضا وهو محامي للنقابه وللعمال. استاذ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ مصطفى، ويعني حديثنا الحقيقه عن هذه القضيه انا سمعت يمكن انه ما سمعت النقاش او الحوار اللي صار، باختصار شديد يعني العمال يتحدثون عن اننا يعني بالنسبه لموضوع الحكم المحكمه العماليه متفقين عليه، ولكن يجب أن لا يتم المساس بموضوع الحقوق المكتسبة. الشركة بتحكي أن الحقوق المكتسبة يعني بعد ما صدر القرار كان من قضاء عارفين أنه في حقوق مكتسبة، ولكن صدر هذا القرار والذي يحدد هذه الحقوق هم المحكمة ولا أحد آخر، لا الشركة ولا العمال. شو المخرج القانوني لهذه الأزمة أستاذ مصطفى؟ أول شيء بحب أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى السادة المشاهدين. الله يمسيك بالخير. بتني على كلامك إنه المحكمة هي من تفصل في هذا النزاع، وفصلت في هذا النزاع بموجب القرار الصادر بتاريخ 10/11. أجاز القانون أيضا إذا 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 شاب القرار القضائي أي غموض من حق أطراف النزاع اللجوء إلى المحكمة العمالية لطلب إزالة الغموض والتفسير. بحب أكد أنه بالنسبة للخلاف الدائر حول نظام الداخلي ونظام المياومات، أن الشركة قد تقدمت بطلب تفسير بعد صدور قرار المحكمة، أن من حق هل أنه من حقها أن تطلب أن تعمل نظام داخلي جديد ونظام مياومات، فقضت لها المحكمة وفق المادة 55 بأنه يحق لها عمل نظام يعني عمل نظام مياومات وعمل نظام داخلي جديد، لكن تناست شركة ميناء الحاويات الشرط تلقى نفسها الاتفاقيات وملحقاتها والمذكرات التي تلزمها بحقوق العامل الأفضل بغير المساس بحقوقهم، فكان الأجدر بشركة ميناء الحاويات قبل أن تطلب حقها في عمل نظام داخلي ونظام مياومات جديد أن تلزم نفسها بالاتفاقيات التي أخذتها على عاتقها والتي كانت تتضمن أنه في حال إعداد نظام مياومات وشتات نظام داخلي يتم بموجب استفتاء لمراعاة الأغلبية والاتفاق مع النقابة العامة لميناء الحاويات. طيب هنا أستاذ مصطفى إذا ممكن توضح لنا موضوع الاستفتاء، هذا مصطلح جديد علينا بالحلقة ما ذكر قبل هيك، شو هذا موضوع الاستفتاء ويعني هذا الشرط اللي هو على الشركة زي ما فهمنا؟ هو توضح لنا إياه يعني. لكن بس بحب أوضح أول شغلة إنه القانون أجاز لأي مؤسسة وفق المادة 55 أجاز لأي مؤسسة فيها 10 عمال وأكثر إنها تعمل
نظام داخلي ينظم عملها وينظم ساعات العمل وشفتات العمل ونظام نيومها. لكن شركة ميناء الحاويات تنازلت وقيدت نفسها فيما يتعلق بعمل نظام داخلي وتحديد نظام نيومات بالاتفاق مع النقابة العامة للعاملين في الموانئ بموجب اتفاق خطي بتاريخ 5/5/2011 أنه لا يحق لها عمل نظام إلا بالتوافق مع النقابة العامة للعاملين. وفي حال إنها بدها تعمل أو تعدل على نظام الشتات يجب مراعاة استفتاء تراعي فيه الأغلبية. فذهبت لتفسير لطلب تفسير أنا من حقي عمل نظام جديد وتناست الاتفاقيات المضرمة فيما بينها وبين النقابة. طيب هذه الاتفاقيات أستاذ مصطفى وين موجودة؟ يعني موثقة وموقع عليها؟ هي موثقة وموقعة، وعندما طلبوا تفسير قرار الحكم فيها لم يتطرقوا وتناسوا أن هناك اتفاقيات وملحقات تحوي حقوقا للعامل، وأن هذه الاتفاقيات إذا حوت حقوقا للعامل بموجب المادة الرابعة من قانون العمل الأردني فإنه يعمل بها إعمالا للمادة الرابعة التي تتحدث عن الحق الأفضل للعامل في حال وجود اتفاقيات. طيب خليك معي أستاذ مصطفى إذا ممكن. أستاذ مصطفى فكان التفسير الذي لجأت له شركة ميناء الحاويات كان مجتزئا، فلم تفصح للمحكمة أنها قد قيدت نفسها في ملحق في اتفاقيات وملاحق لهذه الاتفاقيات ومذكرات خطية. جميل. عند إعداد النظام أن تلجأ وتأخذ أن يتم عمل النظام بالاتفاق مع النقابة. وضحت هاي أستاذ مصطفى وضحت هاي. اسمح لي أذهب مباشرة للمهندس خليل أبو الهوى وهو ممثل شركة ميناء حاويات العقبة. باش مهندس خليل سيدي معك تفضل. نعم سمعت يعني يجب أنه صحيح القانون يسمح للشركة بأنها تصدر نظام، ولكن هذا يجب أن يكون بالتوافق مع النقابة، وإذا ما كان في توافق استفتاء يراعي الأغلبية والحق الأفضل للعمال. رأيك بهذا الموضوع؟ الأستاذ مصطفى بيحكي أنه أنتم تناسيتم هذه المادة، المادة 4. نعم سيدي، أول شيء برحب بالأستاذ مصطفى فريحات وبجميع الأخوة. في نقطتين عندي لو سمحت بحب أحكيهم بهذا الخصوص. النقطة الأولى فيما يخص، أول شيء لا يوجد أي قانون يقيد الشركة أن تغير نظام المناوبات إلا عن طريق الاستفتاء، هذا رقم واحد. اثنين، الاتفاقية الموقعة اللي أشار إليها الأستاذ مصطفى هي جزء من لائحة الدعوة المقدمة من قبل محامي النقابة في ملف الدعوة في لدى المحكمة العمالية. فهي هذه الاتفاقية اللي حضرة الأستاذ مصطفى أشار إليها هي جزء من ما تم تقديمه من قبل المحامي النقابة للمحكمة للنظر. يعني تقصد أن القرار صدر بناء عليها أيضا؟ نعم. يعني القرار راعاها، دراية كاملة بهذه الاتفاقية وهي موجودة في ملف الدعوة وبشكل واضح. النقطة الثانية اللي بحب أوضحها أنه الشركة بعد صدور قرار المحكمة ب 10/11 قامت النقابة وادعت بأن المحكمة لم تحكم لصالح الشركة فيما يخص تغيير نظام المناوبات. وبعد صدور قرار المحكمة بيوم واحد قامت الشركة بإرسال بطلب تفسير من المحكمة لهذه النقطة بالذات، وبعد يوم واحد قامت المحكمة العمالية بالإجابة وبالتفسير على هذا القرار وتم توضيحه بشكل واضح للجميع. إذا كان الأستاذ مصطفى فريحات والأخوة بالنقابة يعتقدون بأن المحكمة أغفلت هذه النقطة بما يخص الحقوق المكتسبة وبأن الشركة تغاضت عن هذه الحقوق المكتسبة، لماذا لا يقوموا بإرسال تفسير إلى المحكمة العمالية وخلال يوم واحد سوف تقوم المحكمة العمالية بالاستجابة وإصدار الجواب المناسب بهذا الخصوص وإنهاء النزاع تماما. جميل. وضحت يعني مهندس خليل واضح أنت. لا يقوموا بإرسال تفسير إلى المحكمة. طيب واضح مهندس خليل، أنا بعتذر منك ساعتنا تأخرنا عليك، لكن يعني سؤال أخير للأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى يعني كان واضح صوت المهندس خليل معك؟
لا والله ما سمعت. يا ريت طيب. يعني باختصار باختصار يقول لك المهندس خليل بانه اذا انتم تعتقدوا انه الشركه تناست او انه المحكمه لم تراعي هذه الاتفاقيه اللي انت ذكرتها، ليش ما تقدموا ارسال تذكير للمحكمه وبيوم واحد بتحل المشكله؟ والله يا صديقي احنا اليوم في يعني قبل ظهيره هذا اليوم وفق الماده 126 من قانون العمل الاردني تقدمنا بطلب الى المحكمه العماليه لازاله اللبس والغموض وتاكيد قرار المحكمه وتفسيره في ضوء الاتفاقيات المبرمه التي حوت حقوقا افضل للعمال. تقدمنا اليوم بطلب لتفسير هذه الفقره الحكميه من القرار، ويعني عرضناها سوف تعرض على المحكمه العماليه اليوم او غدا، يعني كان يفترض ان اليوم أو غدا يصدر طيب. فيها قرار إن شاء الله. طيب أنا سؤالي يعني هنا بهذه النزاعات العمالية أستاذ مصطفى، يعني من هي السلطة التنفيذية؟ يعني إذا في كان خلاف على تفسير الحكم، مين اللي بده يعني يلزم الشركة بأن تنفذ الحكم ووفقا للتفسير اللي ما بعرف من بده يحدده؟ سيدي المحكمة، المادة 126 يعني المحكمة هي سلطة تشريعية وتنفيذية بنفس الوقت؟ سيدي المحكمة هي لها صفة الإلزام طبعا، قرار محكمة ومشكلة. وفي خلاف الآن أستاذ مصطفى زي ما أنت عارف، يعني الخلاف على تفسير الحكم. طب في ظل هذا الموضوع أخي العزيز ذهبت الشركة لتفسير الحكم أن هل يحق لها عمل نظام داخلي؟ أجابت المحكمة نعم، وهذا مؤكد في القرار وموجود في القانون. لكن المحكمة المشكلة أنها تناست شركة ميناء الحاويات أنها قيدت نفسها بموجب اتفاقيات خطية وتنازلت عن حقها في إعداد هذا النظام بمشاركة النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، وهذه الاتفاقية حوت حقوقا أفضل للعامل. واللفظ المادي 4 بتقول إنه إذا يعني القانون أقوى من النظام الداخلي. طيب جميل. اللفظ المادي 4 بيقول إنه لا يؤثر أحكام هذا القانون لو قانون العمل على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل. طيب. وصلت استاذ مصطفى، سعاده النائب عنده تعليق. سعاده النائب عنده تعليق، لو سمحت ضلك معنا، تفضل سعادتك. استاذ مصطفى لو سمحت وضح الاستاذ مهندس خليل قبل قليل بانه الاتفاقيات كانت من ضمن الدعوه المرفقه للمحكمه العماليه، وانا حسب ما عرفت منك انت كمحامي ومن النقابه انه ليس جميع الاتفاقيات مرفقه كانت في الدعوه، وفي كانه اتفاقيه 5/11 لم تكن من ضمن الدعوة. يا ريت توضح هذه النقطة، لأنه حسب ما فهمنا الآن على الهواء للجميع بأنه جميع الاتفاقيات تم إرسالها للمحكمة والمحكمة نظرت فيها وبتت فيها. الآن حسب معلوماتي اللي ما عندك أنت ومن عند النقابة أنه لا، في بعض الاتفاقيات لم تكن من ضمن الدعوة. يا ريت توضح لنا يا بس. سيدي الملحق الذي أتحدث عنه والذي ألزمت الشركة شركة ميناء الحاويات نفسها بإعداد، تنازلت عن حقها بإعداد هذا النظام لوحدها وألزمت نفسها بالتشارك مع النقابة العامة للعاملين في ميناء الحاويات بإعداد هذا النظام والنظام الشتات، كانت في تاريخ 5/5/2011 هذا الملحق لم يدرج من ضمن الاتفاقيات ولم يدرج في أوراق هذه الدعوة. تقدمنا به للتفسير، وأيضا قرار المحكمة واضح، قرار المحكمة يتضمن عدم المساس في حقوق العاملين التي ترتبت بحكم القانون. والقانون في المادة 4 يقول انه اذا كان هناك اتفاقيات او عقود او ملحقات ترتب حقوقا لافضل العامل فان اي نظام او نص قانوني لا يؤثر على هذه الحقوق لطالما ان هناك اتفاقيات. هاي وصلت استاذ مصطفى، كمان تعليق من سعاده النائب، خليك معنا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى لو سمحت، الآن أنت كيف عرفت أنه 5/5/2011 لم تكن ضمن الدعوة؟ هل أنت طلعت نسخة من الدعوة من المحكمة العمالية وزودوك فيها واطلعت عليها ولا على كلام العمال؟ إحنا اطلعت على ملف الدعوة، لم نجد هذا الملحق في يعني ضمن أوراق الدعوة، أرفقنا اليوم ووفق المادة 126 لتأكيد حق العمال الأفضل وحقهم في مشاركة جميل الشركه في اعداد النظام الداخلي. طيب انا بدي اسالك اخر سؤال استاذ مصطفى، كان في اقتراح من المهندس خليل بانه العمال يعودوا الى دوامهم وفق النظام الجديد، وخلال شهر من هون ل 1
1/2015. إذا كان المحكمة أصدرت قرار بأنه فعلا في حقوق مكتسبة للعمال يأخذوا هذه الحقوق على أكمل وجه، هل هذا القرار مرضي بالنسبة للعمال وأنت قانوني؟ والله إذا أنه يعني أنا بقول إذا أنه يعني إذا أنه الأخ خليل يعني يحكي بيتكلم بصفة ملزم للشركة إذا يجب أن يوثق إذا وثق هذا الكلام يعني إذا الكلام موثق فهو جيد إيجابي مقبول بالنسبة للعمال نعم إذا طيب جميل شكرا جزيلا إذا بس أنا بدي أكيد شغلة لأنه مش أنه هو تم توثيقه برضو كمان في جانب آخر أنه من خلال التطبيق العملي للنظام الجديد يترتب حقوق لهم مثلا ساعات عمل إضافي يترتب لهم هو بموجب هذا الاتفاق إذا أنه يلتزم انه باي حقوق تظهر من خلال هذا النظام اذا اجى ساعات عمل اضافيه جديده او مش هاي الامور المحكمه بدها تحددها استاذ مصطفى بالنهايه على هذا النزاع حضرت فيه المحكمه في 2011 لكن صحيح. الان انت بالتطبيق ظهر عندك ساعات عمل اضافيه فبالتالي طيب. لما تظهر ساعات عمل اضافيه انت ملزم بدفع البدل وفق القانون فلا يجب ان تتمسك انه انا من حقي اعد البصر من حقي تعد النظام لكن إذا هذا النظام رتب حقوق العامل يجب أن تدفعها إذا كان هناك توجه لدى إدارة الشركة لحل هذا النزاع بهذه الصورة ليكون هناك اتفاق قطعي إنه أي تبعات أو حقوق للعمال تظهر من خلال تطبيق نظام العمل الجديد يجب أن يوثق قطعيا. طيب شكرا جزيلا إذن لك الأستاذ مصطفى فرحات المحامي والقانوني و يعني هو محامي العمال. أنا بدي أرجع إذا سمحت لي سعادتك للمهندس خليل أيضا نسمع وجهة نظره. مهندس خليل. نعم تفضل معك. نعم. سمعت الكلام الأخير نعم. للأستاذ مصطفى يعني نعم. إذا كان الكلام الاقتراح اللي عرضته حضرتك الآن هو يعني تتحدث باسم الشركة يعني فيه وهو ملزم للشركة ويضمن أيضا بدل أي عمل إضافي يعني يترتب للعمال فهو يعني حل ممتاز لكلا الطرفين. سيدي الاقتراح اللي اقترحته هو اقتراح باسم شركة ميناء حاويات العقبة وإحنا ملزمين فيه جميل. وبنحكي أمام الجميع من هذا المنبر يعود جميع الموظفين إلى العمل من صباح يوم غد حسب النظام التشغيلي الجديد الذي أقرته الشركة والالتزام بتطبيق قرار المحكمة وأن يقوم الأخ المحامي أو النقابة العامة بإرسال تفسير لقرار المحكمة وإذا كان ترتبت أي حقوق عمالية جديدة على الشركة نتيجة هذا القرار فالشركة ملتزمة تماما بإعطاء هذه الحقوق للعاملين إذا أقرتها المحكمة العمالية. يا سلام جميل شكرا. طيب مهندس اسمح لي برضو أنا يعني معلش نلمون عليك أنت ضيفنا هنا القريب نروح على العقبة. مين معنا محمود؟ إذا معنا محمود مباشرة يعني محمود منصور نائب رئيس النقابة العامل العاملين. طيب قبل ما نعرضها على العقبة خلينا نظلنا بعمان ونذهب إلى المدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية الأستاذ أحمد عوض. أستاذ أحمد سلام عليكم. وعليكم السلام على وسهلا. نعم ما بعرف أستاذ أحمد سمعت الحوار أو ما سمعته؟ للأسف أنا يعني كنت خارج البيت. طيب ماشي الحال ما في مشكلة. هنا أستاذ أحمد يعني إحنا وقعنا في إشكالية في حديثنا عن موضوع قضية عمال ميناء العقبة الخلاف بين كلا الطرفين في موضوع الحقوق المكتسبة يعني القرار صدر من المحكمة كما تعلم ولكن يعني في المادة 4 يعني تقول بأنه يجب الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للعمال. السؤال من يحدد هذه الحقوق المكتسبة ضمن الاتفاقيات العمالية سواء المحلية أو العالمية؟ يعني بداية بدي أعلق على أمر بعيد عن هذا السؤال إنه عملية توقيف واعتقال أي ناشط نقابي بسبب أنشطته النقابية هو مخالفة صارخة وصريحة وواضحة ولا تقبل الاجتهاد لمعايير العمل الدولية وهي المعايير الأردن مصادق عليها وخاصة الاتفاقية رقم 98 الأردن صادق عليها من ما يقارب 50 عام وبتنص بشكل واضح وصريح على أنه يحظر على الحكومات أو أي جهات أن تقوم بإيقاع العقوبات بالعاملين بسبب أنشطتهم النقابية. دعنا نؤكد هذا الأمر لأنه ما حدث اليوم هو يشكل مخالفة صارخة لاتفاقية الأردن وقع عليها قبل 50 عام. هذا أولا. جميل جدا جميل أستاذ عم أحمد. ثانيا
فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة. الحقوق المكتسبة جاءت لجميع عمال الأردن في إطار اتفاقيات جماعية والاتفاقيات أو عقود العمل الجماعية في الأردن. وعقود العمل الجماعية هي امتيازات أكثر مما ينص عليه قانون العمل، وبالتالي أي مراجعة من أي شركة، وليست قضية ميناء الحاويات فقط، أي مراجعة لأي اتفاق جماعي أو أي حقوق يتضمن حقوق مكتسبة للعاملين هو يشكل مخالفة للقانون الأردني وقانون العمل الأردني. وقرار المحكمة العمالية نص بشكل واضح على أنه مراجعة نظام المناوبات يجب ألا يمس الحقوق المكتسبة للعاملين. هذا الإطار العام. هذا الكلام واضح. يعني أنا نعم، هنا أستاذ أحمد رد الشركة يقول بأنه إحنا متفقين وإحنا موافقين على هذا الموضوع، لكن مين اللي بده يحدد لنا شو هي الحقوق المكتسبة؟ إحنا بنحكي كشركة الحقوق اللي أعطيناها للعمال هذه هي كل حقوقهم، خاصة وأنه المحكمة فيها كان قضاء وهؤلاء القضاء راعوا مسألة الحقوق المكتسبة وكان هنالك محامين وادعاء وراعوا فيها. الحقوق المكتسبة حصلت عليها النقابة لعمالها عبر اتفاقيات جماعية في فترات سابقة، وتنص على أنه دوام الشفتات القديم هو الذي يرضي العاملين، وبالتالي كانت موافقة عليه. الآن أرادت الشركة أن تغير، فلتغير دون المساس بحقوقهم المكتسبة، لأنه هم بيخسروا فلوس، بيخسروا جزء من رواتبهم في حال لو تم تعديل دوام الشفتات. هذه الاتفاقيات الجماعية أستاذ أحمد يعني إلها صفة الإلزام كقانون؟ طبعا هي قانون. الاتفاق عقد العمل الجماعي هو نص قانوني، والقرار المحكمة إذا أكيد أطلعوك عليه الشباب، قرار المحكمة استند في كثير منه إلى الاتفاقيات التي تمت سابقا بين النقابة والعاملين وإدارة الشركة. طيب ممكن تضل معنا أستاذ أحمد يعني إذا تكرمت، وأنا حاب أسمع يعني ملاحظة المهندس خليل على هذه القضية بالتحديد، يعني الاتفاقيات الجماعية. مهندس خليل. نعم تفضل. نعم يعني احنا شاكرين لتجاوبك معنا ويعني استمرارك معنا على الهواء مباشرة. موضوع هذه الاتفاقيات الجماعية التي تنص يعني عالميا يعني وهنا بهذا الموضوع بالنسبة لميناء عمال ميناء الحاويات واي عمال اخرين بانه يجب مراعاة هذه الاتفاقيات الجماعية التي تنص على الحقوق المكتسبة، رأيك مهندس؟ سيدي لا يوجد اي مساس باي حق عمالي اكتسبت العمال خلال الاتفاقيات الجماعية السابقة. أي عمل إضافي ضمن نظام المناوبات الجديد هو مدفوع للموظفين، ولا يوجد أي انتقاص وبأي شكل. طب الرواتب اللي نزلت كانت حوالي 400 دينار في 200 موظف. على العكس تماما، على العكس تماما، هناك مزايا إضافية نتيجة تطبيق هذا النظام. قامت الشركة بمنح على العاملين وأقرتها المحكمة وأضافت يعني عليها. يعني مهندس خليل ما نزلت الرواتب أبدا؟ سيدي مفهوم نزول الرواتب إذا كان في شخص هناك في شهر معين بيشتغل عمل إضافي أربع ساعات في هذا الشهر، وبالشهر الذي يليه لا يعمل عمل إضافي، فإذا اعتبر الأوفر تايم هو حق مكتسب. ثمان سنوات متواصلة. هذه مشكلة بصراحة. ساعات نائب بحكي إنه مش أشهر وإنما ثمان سنوات. بعض العمال داوم ثمان سنوات. لا يوجد أبدا ثمان سنوات. هذا النظام فقط سنتين ولا يوجد ثمان سنوات أبدا. النظام هذا يقر على الشركة أن تدفع بدل عمل إضافي ساعة عن كل يوم دوام. طيب. والشركة التزمت بالقانون 100% خلال السنتين الماضيات. وضحت لا يوجد من 8 سنوات. طيب. أبداً أبداً. وضحت هاي. بس أنا إذا تكرمت أيضاً يعني مهندس خليل فيما يتعلق بموضوع إيقاع العقوبات على العمال عندما يطالبوا بحقوقهم، الأردن صادقت على اتفاقيات قبل 50 سنة يعني تحظر على أي شركة أو حكومة أو أي سلطة إيقاع العقوبات على العمال. تعليقك على هذا الموضوع أيضاً. سيدي ما بعرف شو تقصد في العقوبات. هل تقصد في العقوبات الداخلية للشركة حسب النظام الداخلي للشركة، ولا إيش مقصود في العقوبات؟ يعني عندما العمال يطالبوا بحقوقهم في اتفاقيات دولية تسمو على كل القوانين المحلية بأنها تحظر على الشركة وعلى السلطات أو على الحكومة إيقاع عقوبات على العمال. نعم سيدي، لا يوجد أي عقوبة صدرت بحق أي عامل في ميناء حاويات العقبة بسبب مطالبته بحقوق. العقوبات صدرت بسبب قيامهم بعض منهم بالقيام بإضراب غير قانوني أقرته وزارة العمل إنه إضراب غير قانوني. لا يوجد أي عقوبة صدرت بحق أي موظف بسبب المطالبة بحقوقه أبدا، وأنا أتحدى من هذا المنبر اللي إذا كانت في عقوبة. اللي انفصلوا مش بهذا السبب، مش لأنهم طالبوا بحقوقه. أبدا أبدا أبدا، اللي انفصلوا لأسباب طيب. مختلفة تماما. جميل. وكل شيء حسب النظام الداخلي. شركة ميناء حاويات العقبة منذ تأسيسها ملتزمة بالقانون
100%، ولا يوجد أي مجال الشركة بتخالف فيه القانون. يعني وضحت هاي مهندس خليل. كمان مرة يعني بدي أطلب من حضرتك تتكرم بالبقاء معنا، بدي أستمع على يعني ملاحظة الأستاذ أحمد عوض. أستاذ أحمد، يعني الإضراب غير القانوني هذا ما بيشمل الاتفاقيات الدولية اللي ذكرتها في بداية مداخلتك، خاصة إذا النظام الداخلي يعني كان ما هو ما هو مفهوم الإضراب الغير قانوني؟ يعني تاريخيا في الأردن لا يوجد أي إضراب تطلق عليه وزارة العمل وتعترف به بأنه إضراب قانوني منذ أكثر من 7 سنوات. كل الإضرابات في الأردن يتم تصنيفها غير قانوني، لأنه آليات فض نزاعات العمل في الأردن هي آليات قاصرة عن حل نزاعات العمل، بدليل أنه عندنا آلاف الإضرابات العمالية خلال السنوات الماضية ولم يتم قانون العمل لم يتمكن من حلها، وبالتالي الأولوية لإعادة النظر في هذه النزاعات. لا يوجد لا يعني قضية أنه هذا إضراب قانوني هذا غير قانوني، هذا محكمة ترد فيه. الموضوع وجوهره هو كالتالي، أنه هناك في حقوق لعاملين، العاملين بقوموا بالاحتجاج بالمطالبة في إطار نزاعات عمالية ومفاوضة جماعية، واللي كان يقوم في هذه الإضرابات حقيقة يقوم في هذه النزاعات هي النقابة العامة العاملين في الموانئ والتخليص، وبالتالي هي جهة رسمية والحكومة اعترفت بأنه هذا نزاع عمالي. وحتى قانون العمل الأردني في الفصل اللي بحدد آلية النزاع العمالي على ضعفه هو يتحدث أنه لا يجوز أن تقوم إدارة الشركة بإيقاع أي باتخاذ أي إجراءات تمس بحقوق العاملين أو العاملين أثناء النظر في النزاع العمالي. جميل. وبالتالي يعني بعيدا عن أي تفاصيل ذكرها الأستاذ ممثل الشركة، أنا حقيقة لم أسمعه، هي مخالفة يعني مخالفة ليس فقط للقانون الدولي، أيضا مخالفة للقانون العمل الأردني. جميل جدا، شكرا جزيلا، شكرا لهذه المداخلة من مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الأستاذ أحمد عوض، شكرا جزيلا لك. ويسمح لي يعني أيضا ساعتك نروح على العقبة مباشرة، مين بنضم معنا، أستاذ محمود أو أستاذ إبراهيم؟ طيب تعليقك بداية قبل ما نروح على العقبة، خلينا يعني بالنائب العقبة في عمان الآن، تعليقك على كل يعني هذه التفاصيل اللي في دارت. تعليقي أنا بكل يعني أفراد. بكل شفافية وباختصار شديد، الشركة يعني في غنى عن كل اللي بيصير. بخلي الدوام لـ1/1/2015، هذول بالنهاية مش أعدائي اللي أنا قيدهم بـ1/1/2012 وأقول لهم بدكم كسر عظم بدنا نوصلها لكسر عظم، لازم بـ1/1/2012 بـ20 يوم بدي أنهي الموضوع، لأنه زي ما وضح لك إنه دائما بيرجع بيأكد لك على إنه إحنا من شهر 6/2014 وإحنا قاعدين مفاوضات. يا أخي إحنا القرار كان أول حسب الاجتماع محضر الاجتماعات اللي بينكم الاتفاقيات إنه النظام إذا بيتعدل يتعدل برضا الطرفين. لغاية لحظة 5/10/11 لما صدر من قرار المحكمة، لو إنه في اتفاق ما رحتوا للمحكمة، فيعني ما في كان اتفاق، فبالتالي يحسب من 10/11 في 20 يوم لا يكفي. قادر الشركة تنهي كل هذا النزاع ونخلص من هذه القصة، الموظفين مواطنين أردنيين والشركة يعني للأسف أنا ما بعرف ليش هدفها، يعني ما بعرف هل لأنه الجزء اللي فيها غير أردني مش مهتم بالاقتصاد الوطني أو مش مهتم في المواطن الأردني، هذا بيكون هم المتضررين. هم المتضررين يا أخي، ما بعرف أنا أنا حتى أنا بسأل نفسي أمرات يا أخي، الضرر اللي بيوقع على الشركة مش حاسة فيه مثلا الملايين هذه؟ أنت في غنى الآن، أعطيهم لـ1/1/2015 شهر زمان، قرار المحكمة الاستفتاء الجديد اللي يعمله محاميهم بيكون ظهر، العمال النقابة بتقدر تقنع عمالها موظفينها بالتغييرات اللي حصلت، والمحكمة العمالية والقانون أنا على ضوءها برجع لعمالي بعمل أي اجتماع هيئة عامة بقنع الناس معاي شهر زمان. أما شغلة الفرض هذه العشرين يوم بـ1/1/2012، والنقطة الأهم في عندنا إحنا بكرة اجتماع بدي تختم فيها هاي موضوع اجتماع مجلس النواب، خليها لحقا. خلينا نروح على العقبة ورئيس لجنة النقابية العمالية إبراهيم أيوب. إبراهيم يعني برضو شكلك ما سمعت كلام خاصة المهندس خليل، مش هيك؟ والله طيب أنا بدي أعطيك الخلاصة المفيدة اللي بدنا إياها يعني نتفق عليها. بحكي لك ببساطة يعني المهندس خليل وهو يتحدث بكلام نيابة عن الشركة يعني باسم الشركة يتحدث بأنه العمال يرجعوا يداموا شهر زمان، وهذا الكلام أيضا وافق عليه المهندس مصطفى فرح، عفوا المحامي مصطفى فرحات محاميكم، وتضمن الشركة أيضا أي حقوق جديدة يعني بدل عمل إضافي وغيره إذا أقرت فيها الشركة، عفوا إذا أقرت فيها المحكمة العمالية الشركة ملتزمة فيها تماما. مرضي بالنسبة لكم هذا الموضوع؟ والله أنا مع احترامي لقرار الرأي الأستاذ مصطفى، بس بعد الاعتقال اللي صار 40 موظف اعتقلوا قوات الدرك اليوم، يعني هذا الموقف صار صعب جدا.
40 موظف اعتقلوهم صباح هذا اليوم. طب احنا شو الحلول؟ يعني ابراهيم للدموع ومشاكل وصار انا يعني بالعكس انا شايف صار مثل الدورة يعني صار الدرك هو اللي هاجم الموظفين. يعني انا مستغرب من هذا الحكي. طيب يعني اكيد هذا حقكم يعني انه امر مؤسف انه الدرك يهاجم العمال بهذه الطريقه يعني لكن احنا يعني بنجد حلول الان احنا يعني استاذ ابراهيم اذا تكرمت يعني الطرفين مطلوب منهم يقدموا تنازلات يعني بصراحه هل عندكم استعداد ما طلبنا شيء كثير اخي الكريم احنا طلبنا انه تاجيل القرار لواحد واحد لانه احنا في عندنا مش معقول زي ما تفضل ابو الامير انه خلال 20 يوم اللي ساكن برا احنا كل موظفين لينا ابناء محافظات اللي ساكن في عمان اللي ساكن في الكرك اللي ساكن في الطفيله اللي ساكن مش معقول انه في 20 يوم اغير نظام عملي هسه هاي طلعنا منها موضوع 20 يوم والمهندس بيحكي انه لا هاي صار لنا اكثر من 12 انا بدي اذكر لك اخي الكريم بدي اذكر لك بس بند في اتفاقيه 5/5/2011 معلش بس استحملني دقيقه لا تفضل طبعا هذه ما كانت مرسله بدي اذكر لك بند بس هذا تم الاتفاق عليه مع اداره الشركه وهي انا قاعد بقرا لك اياه نصيا اللي هو في ضوء المطالبه المستمره بتغيير نظام الشفتات وحرصا على توفير افضل نظام عمل يلبي رغبات العاملين ويناسب حاجات العمل ويراعي التاثير المباشر لنظام وساعات العمل على العاملين اتفق الطرفان على ان المشروع المقترح لنظام شفتات جديد وفق التالي يباشر الطرفان وبشكل مشترك اجراء استبيان خطي يغطي كافه العاملين. هذا هم موقعين عليه مش انا اللي جايبه هي موقعين عليه انا هذا موقعين عليه. هذا كان ملحق مع الدعوه؟ نعم هذا لا ما كان مع الدعوه للاسف. ما كان مع الدعوه. عشان هيك ليش طيب؟ قال لك محمد مجتزا عشان هيك قال لك محمد مجتزا. ليه ما كان جزء من الدعوه يعني ليش مش هذا بنحط عنده 50 علامه استفهام. طيب ماشي الحال احنا بدنا يعني انا شاكر لك يا ابراهيم بدي ارجع على يعني ناخذ كلمات اخيره يعني من ضيوفنا الاعزاء ونعود للمهندس خليل مره اخرى تعبناك معنا يعني مهندس خليل وانت معنا على التليفون لا ابدا بالخدمه سيدي الله يبارك فيك انا يعني النقطه يعني بدي اوصل لك اياها باختصار يعني واضح في توافق من ساعات النائب وحتى من العمال يعني الطلب من الشركه بتاجيل القرار يعني تاجيله لشهر زمان ومن خلال هذا الشهر ممكن يعني ايجاد مثل يعني هذه الحلول وفي ايضا عتب من العمال ب يعني طلب من الدرك للتدخل وغاز مسيل للدموع وضرب واعتقالات يعني بالنهايه هذه الشركه وهذه العمال هم شركاء مع بعضهم البعض لخدمه المؤسسه ولخدمه الوطن يعني بالنهايه لماذا هذا التصعيد؟ سيدي في البدايه موضوع التاجيل بصراحه مثل ما اثرت هو موضوع غير وارد لسبب بسيط انه يجب على جميع الاطراف احترام قرار المحكمه. طيب ما في تنازلات المحكمه ما الزم ب 1/1/12 مهندس خليل يعني ما في تنازلات ممكن تقدمها؟ بالله تاكد انه احنا بعد اجتماع مجلس الاداره ب 15/8 عممنا على كافه الموظفين بتاريخ 20/8 تعميم لكل موظف في شركه ميناء حاويات العقبه ستقوم الشركة بتطبيق النظام الجديد وتم إصدار تعليمات واضحة وصريحة منذ شهر 8 بهذا الخصوص هو ليست مفاجأة النقابة بس عفوا يعني مهندس قرار المحكمة لو سمحت انا راح اعطيك كل الوقت راح اعطيك وقتك مهندس لكن قرار المحكمه لا. هل الزم بوقت يعني هل قال لا قرار المحكمه حكى بما تراه الشركه طيب. مناسبا طيب ما هو الشركه يعني لو قدمت هذا التنازل يعني نعم. بما انه ما في الزام ما في قرار الزام ليس موضوع تنازل بس خليني اوضح لك الصوره طيب تفضل الموضوع مش موضوع تنازل لشهر او لاسبوع او لاسبوعين احنا عندنا خبره بالمفاوضات مع الاخوان لمده 7 أشهر احنا الان بنتكلم بحقوق مكتسبه بعد خلال شهر من بعد تطبيق النظام راح يطلع يمكن اشياء كثير ثانيه ما فيش ولا طرف بيعرفها ويصير يمكن نزاع من اول وجديد نبدا فيه من الصفر. احنا يجب ان نحترم الدوله والقانون والمكان اللي بنعيش فيه واللي بيحكم القانون والقضاء. لا يجوز ان نبقى في نزاع مده 7 أشهر وبعد ان تقوم المحكمه باصدار قرار نبدا بانه بدنا نتفاوض ونرجع من الصفر ونقعد ونتفاوض، يا سيدي ابداء حسن النيه من طرفهم بالبدء بتطبيق النظام والشركه مستعده لن يضيع اي حق لاي موظف وسوف تقوم بدفع اي حقوق بتقرها المحكمه وباثر رجعي،
فليش الخوف اذا انه الشركه لن تاكل على اي شخص اي حق؟ طيب فيما جميل. يخص موضوع هذه وصلت. انا اذا تكرمت يعني مهندس خليل فكرتك وصلت، وانا حقيقه يعني اشكرك يعني على تجاوبك وعلى استمرارك معنا للاجابه على كل التساؤلات من كل الاطراف. لكن بالنهايه يعني احنا نتحدث عن قضيه وطن الحقيقه. الان كل الاردن تحكي بالموضوع يعني، وهنالك تعرف تجار وحتى تعون الشاحنات، اصحاب الشاحنات متضررين والشركه نفسها متضرره، وبنحكي عن ملايين الاقتصاد الوطني عم بيخسرها في ظروف صعبه. يعني احنا الان نطلق من الان من هذه اللحظه من قناه اليرموك، يعني حضرتك ممثل الشركه وانا بعرف انه يعني يمكن ما عندك يعني الصلاحيات بانك تاخذ قرارات الان، لكن على الاقل انك تاخذ هذا الملف والى اداره الشركه بالطلب فقط بموضوع تاجيل القرار. يعني هذا هو مطلب الجميع، مطلب النواب ومطلب العمال ومطلب الحقوقيين ومطلب ايضا المدافعين عن حقوق العمال ومطلب الاعلام كمان ومطلبنا هنا في قناه اليرموك. اذا ممكن تاخذ هذا الملف وعرض على الشركة تأجيل تنفيذ القرار كونه مش ملزم إن أجله لشهر واحد، وبالتالي نحل المشكلة يعاني منها الاقتصاد الوطني وليس فقط عمال الميناء. سيدي لو كنا بس على قناعة بأنه التأجيل، اسمح لي رح نعطيك الفرصة إبراهيم لو سمحت شوي بس. نعم تفضل مهندس. بقول لو إحنا لو إدارة الشركة على قناعة أنه في هدف من التأجيل على بوجود حسن النية من قبل الشركة، لأنه الشركة على استعداد لإقرار أي حق بتقره المحكمة، فنرجي أنه ما هو السبب للتأجيل؟ لا يوجد سبب مقنع لتأجيل التطبيق، خاصة وأنه الشركة ملتزمة لأنه أي حق بصدر إحنا على استعداد للالتزام فيه. ما هو مهندس الان انا فاهم عليك، انا فاهم عليك ومقدرك، لكن يمكن السبب مش مقنع بالنسبه لحضرتك او بالنسبه للشركه، لكن هو يعني بالنهايه يعني المفاوضات اخذ وعطاء، وبهذه بهذا التنازل اللي ممكن تقدمه الشركه يعني في انقاذ للاقتصاد الوطني، في انقاذ للمجتمع الاردني من احتقان، من مشاكل، من اسر، من معاناه كبيره. يعني حتى لو كان مش مقنع كثير، لكن ممكن الشركه يعني تحكي كرمال الوطن انه ممكن ناجل حتى لو مش مقتنعين من اجل الاردن. يعني سيدي بحب اوضح بس نقطه ثانيه اثارها الاخ في موضوع التدخل الدرك بالموضوع. طيب ماشي، بدي ترجع لي على يعني موضوع التنازل من اجل الاردن، من اجل العائلات، من اجل يعني تخفيف الاحتقان في ظل ظروف ملتهبه في هالمنطقه. خلينا نخفف احتقان، بدي تجاوبني عليها اذا بدك قبل او بعد موضوع الدرك زي ما بدك تفضل. سيدي الموقف الشركة واضح بهذا الموضوع مثل ما وضحت لك سيدي، وانه احنا يعني مصلحة الوطن مش أولوية يعني مهندس. لا بالتأكيد أولوية. طيب. والخاسر الأكبر هي الشركة للعلم، يعني هي ما احنا عارفين الشركة في النهاية هي مستثمر وهو يضخ الملايين الدنانير في البلد، وبهمه جدا في كل يوم يشتغل، ما لها هدف نهائيا للتعطيل أبدا لا من قريب ولا من بعيد يا سيدي. طيب مهندس انا والله انا متفهم لحضرتك، وانا حاسس يمكن انه ما عندك هاي الصلاحيه تاخذ قرار الان على الهواء، لكن على الاقل لو ممكن توعدنا يعني على الاقل تطرح الملف على الشركه، على مجلس الاداره، بلكي يعني هم قالوا انه احنا خسرانين واحنا متضررين ولكن بدنا نتنازل من اجل الاردن، يعني بلكي يعني كان هنالك هذه النيه كانت موجوده بالنسبه لمجلس الاداره، على الاقل توعدنا تطرحه مش توافقوا عليه، تطرحه. ويعني ايضا سعاده النائب يمكن بيضم صوته لنا مش اكيد هيك؟ اكيد. طيب. اكيد وبشكرك على الهواء، بقول لك كل الشكر والتقدير اذا بتوافق على هذا الطرح الطيب لاجل انقاذ الوطن لا اكثر ولا اقل، بس انه يتم الدوام يكون من 1/1/2015 على بناء المحكمه العماليه تكون بينت قرارها بالاستفتاء الوارد من المحامي. جميل. وعلى ان يتم عندك ما يقارب، وانت تعلم مهندس خليل تعلم جيدا انه حوالي ما يقارب من 70-80% اتوقع من الموظفين العاملين عندكم هم من ابناء محافظات خارج العقبه، حتى اللي بده ينقل سكنه الان، اللي بده ينقل سكنه بده وقت، بده يستاجر بيته. صحيح صحيح. هنا مهندس خليل يعني نجدد هذا الطلب مش بالموافقه وانما بعرض هذا الطلب، ممكن يعني ممكن توعدنا يا سيدي؟ اكيد احنا منفتحين على اي عرض، ولكن هذا الطلب يعني اصلا تم عرضه سابقا الصراحه، وكانت هناك نعرضه من جديد شو المشكله؟ الخير بقوله بغير مهندس خليل، شو المشكله مهندس؟ بنعرضه مره ثانيه يعني شو احنا يعني؟ ما عندنا مانع يا سيدي، احنا نعول على انتمائكم، نعول على حبكم للوطن، بانه ممكن تقدم الشركه على انا يعني موقن بانه انتم بنظركم هذا التنازل مش لمصلحتكم، وهذا التنازل يمكن يعني سبق وانتم فوضتوا لشهور ماضيه، بتكونش تمددوا كمان شهر، لكن من اجل الاردن كل شيء بهون. الو مهندس
سيدي ما سمعتش آخر جملة لو سمحت، بس آخر جملة من أجل الأردن كله بهون، يعني أنا عارف إنه أنتوا كلنا من أجل الأردن. الموضوع إحنا مرة تانية بأكد إنه إحنا ليس منغلقين على قرار معين، وإحنا جاهزين لعرض الموضوع. طب خلاص احكي لنا إياها على الهواء يا مهندس، مهندس خليل احكي لنا إياها، بدنا نتبحث فيها، بس احكي لنا بدنا نتبحث. ألو مهندس خليل، بس على الاقل تحكي لنا يعني قبل ما ننهي الحلقه، احنا الوقت ادركنا وتجاوزناه كمان، بس لو تحكي لنا انه احنا موافقين انه نعرض الملف نتحاور فيه في مجلس الاداره، ممكن نوافق وممكن لا، لكن احنا متاكدين انه مصلحه البلد هي الاولويه بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لكل مجلس الاداره. ممكن يعني هذه الكلمه هيك نريح فيها العمال على الاقل. والله يعني مره ثانيه باكد انه لا وعود بتاجيل تطبيق النظام. إذا كان المطلوب هو عرض الملف مرة أخرى على إدارة الشركة لتأجيل التطبيق ل1/1/2015، فبالتأكيد ما عندنا مانع لعرض الموضوع مرة ثانية، ولكن الموقف واضح وصريح مثل ما حكيته في بداية حديث. شكرا جزيلا لك إذن ممثل شركة ميناء حاويات العقبة، كنت معنا على الهواء مباشرة خلال مدار هذه الحلقة عبر الهاتف المهندس خليل أبو الهوى. شكرا جزيلا لك مهندس خليل. العفو يا سيدي. يعني ساعات بكلمة أخيرة سريعة وننهي فيها يعني مع حضرتك، يعني واضح إنه مش ناويين على أي تنازل. شو تفسيرك بالله؟ يعني أنا تفسيري هو كسر عظم، يوصل بين قوسين لكسر العظم ما بين الطرفين. كسر عظم. نعم. على حساب. طب مجلس النواب شو بده يعمل الآن؟ أنا بقول لك بسرعة، مجلس النواب بإذن الله بكرة، أنا طلبت اليوم عقد اجتماع مع زملائي رئيس لجنة العمل نائب عبد الله بيدات وزميلي النائب رئيس لجنة الخدمات على الأضرار، بتعرف هذه بتضر النقل والخدمات. فبكرة إن شاء الله على 1:30 اجتماع في مجلس النواب، سيجمع جميع الأطراف، الشركة، السلطة، رئيس مجلس الإدارة، النقابة العمالية، وإحنا كزملاء نواب حنحضر بإذن الله. ولكن أنا يعني بتمنى، بدنا نختم فيها بثواني إن شاء الله، بتمنى على, على, على الشركة إذا كانت بسمعنا مرة أخرى، رغم كل اللي حصل منهم ومن الحكومة التي يجب أن تحاسب على ما فعلت بالموظفين من اعتقالات، ووضح أخونا أحمد قبل قليل بأنه حتى القانون الدولي لا يسمح على أنه يتم اعتقال أي نقابي اليوم. صح. 40 واحد منهم حوالي يمكن 5 نقابيين. أنا بتمنى على الشركة أنها تتعاون بخصوص، وإذا ما تعاونت ولا 1/1/2015 إذا ما تعاونت ثق يعني أنه بالنهاية مصلحة الوطن والمواطن عن أهم من الشركة الأجنبية اللي في الأردن. طيب. سنكون مع الوطن والمواطن. جميل. على مين ما يكون. شكرا جزيلا. بصراحة خلينا نختم مع العقبة زي ما بدينا معهم. مين معنا؟ أستاذ محمود أو إبراهيم؟ إبراهيم الكلمة الختامية لك، يعني شفت أنت، يعني ما بعرف يمكن ما سمعت كلام أستاذ خليل، يعني واضح أنه التنازل صعب معهم، نتأمل خير، لكن لغاية الآن مش واضح. أخي الكريم إيش طبيعي، هو راح يقول لك صعب جدا، لأنه هي فقط زي ما تفضل سعادة النائب أبو الأمين، هو كسر عظم، يعني مستحيل يتنازلوا للعمال، يعتبروها تنازل هم. طب شو راح تساوي؟ شو راح تساوي يعني استاذ ابراهيم؟ بالاضافه انا حاب بس اتاكد انه احنا حاليا مش مضربين، انه احنا موظفينا بينزلوا على دوامهم الاعتيادي وبينزلوا على دوامهم، بس قوات الدرك مانعينهم دخول الميناء. جميل، وصلت، احنا بدنا نفتي فيها، الموظفين مش مضربين والموظفين مستمرين في عمل. لانه الدرك لا وضح انه اداره الشركه الدرك هي اللي مضربه. طيب وصلت، شكرا جزيلا لك. اذا اشكركم. شكرا رئيس اللجنة النقابية العمالية أستاذ إبراهيم أيوب، وأيضا شكر لأستاذ محمود منصور نائب رئيس النقابة العام للعاملين والموانئ والتخليص، كان معنا أيضا من العقبة، والشكر أيضا الجزيل لك، شرفنا وتعبناك معنا. شكرا جزيلا لك سعادة النائب محمد الرياضي، كل الشكر النائب في البرلمان الأردني عن محافظة العقبة، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. حاولنا أن نسلط الضوء على هذه القضية لإيجاد الحلول بالنهاية لمصلحة الأردن ولمصلحة الوطن، و الأمل بذلك أن يكون خلال الأيام والساعات المقبلة. ستستمر قناة اليرموك بمتابعة هذا الملف وهذه القضية وإطلاعكم على كل ما هو جديد، وبإذن الله أن نبشركم بحل هذه القضية بشكل نهائي، بحلول ترضي العمال وكذلك أيضا ترضي الشركة بجهود يعني كل الخيرين بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وفي أمان الله.